لما نسمع أنتوني أبو جودة نعرف أن هذا الشخص ما خلق ملعقة ذهب تمه، هو بلش منش من الصفر، بيقولوا من تحت الصفر. الغلط اليوم أنه الواحد يفكر أنه لا أنا ما بدي أجيب مصاري، المصاري ما بتجيب سعادة، بس قلة المصاري كمان ما حجيب لك السعادة، حجيب لك فقر، حجيب لك تأثير، حجيب لك مشاكل. أنت بتقول أنه ما كنت قادر أنك تأكل أكثر من وقع بنهار. واحد كيف بده يعمل استراتيجي انفستمنت حسب شو الديماند تبعه، اذا بده يعيش، اذا بده اوتيل، اذا بده ابارتمنت، اذا بده رنتل. فانا اليوم بس بده يجي شخص لعندك ويقول لك انا بعرف شخص بده يشتري لحرفك عليه، اكيد بدك تدفع له وتدفع له كثير منيح، خليه يدعي لك ويضل يفكر من يوم ورايح انه كل ما معقول يجي حدا هيدا الشخص اللي بعطيه رقمه وحيبيعه ويخلصه. هيدا تاني كتاب صح. اول واحد كان تيك تشارج، ذس تيك اكشن. ببلش الكتاب بكلمه فاشن. فأكثر شخص لفت نظري هو جراند كاردون، حسيت أنا وياه على نفس الكاركتر. هيد كوارترز تبع أكبر هيدج فاندز بالعالم اللي هن عم ينقلوا من لندن، عم ينقلوا من هونغ كونغ، عم ينقلوا من سنغافورة، عم يجوا لهون. هلا الكاسينوس اللي جايين اللي عم بيعمرون الكاسينوس إن كان برأس الخيمة وإن كان هون رح يجيبوا كمية مبالغ منا طبيعية. عم تنعمل دبي اليوم the mother of crypto، كل دبي للبيع، كل شيء له سعره. هاي أنتوني، هاي جو، هاي غارن. هاي أنتوني أبو جودة، اليوم رح نتعرف عليك أكثر. أنت اسم ناجح بريل استيت وغير شركات بدبي. قبل ما بلش أحكي معك وأعرف عنك، في شيء بدي أنقل عليه. جراند كاردون عم يحكي عنك هيدا من 4 سنين، يعني اليوم أنتربرنور، حدا بزنس مان معروف، أكثر من 5 مليون فولوورز، كمان لايف كوتش، يعني ما بعرف كيف وصلت له اول شيء وليه عم يحكي عنك بهذا الفيديو. Where you are in life, you have an opportunity to do something bigger. You got to think bigger. There's a gentleman right here, my buddy right here. You have his card, Caleb? Make sure we get his card, all right? He's a $1 million a year producer. And he's like, dude, I'm just like, yeah, whatever, man. I'm making 80 grand a month. It's like I'm buying 5 properties. أنتوني مش كتير عبر الموضوع كمان هيك إيزي إنه إيه عم يحكي عني من نوع الأمريكي. A word from our sponsor. وصلت كيف ليه كنتوا سوا؟ ليه عم يحكي عنك؟ ليك هلا انا بالفتره بس جيت فيها على دبي وما كنت اعرف شيء وما كان عندي شيء، كان كل الوقت اعمله انه اعمل ريسيرش واتعلم اونلاين فروم يوتيوب فروم مالتيبل ابلكيشن. فاكثر شخص لفت نظري هو جراند كاردون، حسيت انا وياه على نفس الكاركتر، تو اجريسيف ستريت تو ذا بوينت، بس هو هي هاز ذا جاتس، انا اي دينت هاف ات، لانه بكل شيء هو عمله بحياته. فبلشت كثير الحق له كل فيديوهاته، شو ما في عنده كتب فري فيرجن جرب اخذهم واقراهم. ورجعت بنفس السنه وقتها كان عيد ميلادي، بتذكر رحت على صاحب الشركه وقلت له جاي عيد ميلادي، هديتي بدي اياها الكورس تبع جراند كاردون. هو كثير تفاجئ انه عالم بالعاده بتطلب مصاري او ظهره او شيء، فقلت له لا بس بدي الكورس وانا بوعدك انه هذا الكورس حرد لك اياه تايمز 1000 المصاري. فوقت اشتريت الكورس واخذته كله سوا و I was really into Grant Cardone لحديت معرفت انه جاي على دبي بال 2019. بوقتها كان عنده اكسكلوزيف بودكاست من 9 اشخاص، فبتذكر وقتها كسرت الدنيا، ما تركت شيء ما عملته، قلت لهم بدي يكون موجود بهالاوضه لو شو ما كان. والهوست اللي كان عازمه قد ما شافنا بحبه وعم so much interested in it قال خلص No worries, we will give you a seat. فكنت موجود جوا ونحن عم نحكي، عرفوا علي، قالوا له انا شو بعمل وقد ببيع بالسنه وشو بعمل وكذا هيك. So he was very interested وصار عندنا conversation مع بعض. حلو، شو اكثر 3 قصص تعلمتها منه؟ تعلمت منه انه بتعرفي نحن كلنا عندنا limitation بعقلاتنا، انه مثلا واحد وقت ما يكون عنده شيء بفكر اذا بوصل على $100,000 هيدا واو، لا
برجع بس يوصل على 100 بصير بده مليون بصير تطلع. بالنسبه لجراند كان عم بيقول لي اذا مبسوط بحالك عم تعمل ملايين هودي ولا شيء بالعربي ولا مشبرح يعني هاف تو سي ات مثل ما قال لي اياها هو قال لي فك مليونز ميك بليونز جمله كثير هي هالقد ما بدها شيء الجمله بس كل ما بتفكر فيها بترجع بتصير تفتح راس على افكار جديده كيف بدنا نعمل مصاري اكثر كيف بدي استثمر مصرياتي اكثر فهذا الشيء تعلمته منه تعلمت منه كمان انه مش مهم واحد هو عم يطلع بالحياه كل العالم بدها تجرب تشده كل العالم بدها تجرب تحكي عنه بده يجربه يعمل شيء حتى هو بيقطع بهذه القصص واني واي منتلي اقوى منه بكثير فما بيأثروا عليه هي كمان تعلمتها منه واخر شيء تعلمته منه انه اليوم بالحياة نحن وعايشين الحياة مش بس انه واحد ياكل ويشرب وينام ويعمل عائلة ويقول الحمد لله على كل شيء كمان لازم يعمل ليجاسي لازم يترك شيء وراه لازم يخلي شيء لهذا الاسم فهيدي تالي شغلة حلو شو بتقول اذا بنقول لك fuck billions be happy ما هو انت مش ضروري تاخدها هيك انه you can be a billionaire you can be happy هيدي المس هيدي التفكير انه اليوم بس يصير معك مصاري انت منك مبسوط هذا تفكير كليا يعني اللي بيقولوا يمكن ما معه مصاري اكيد مش مزبوط هلا اليوم تقلك شغله اوكي انت يمكن عم تسالني من منطق انه does money bring happiness طب would poverty bring happiness never a lack of money brings happiness اكيد لا لا سمح الله اذا انت اليوم بعيد الشر عن عائلتك وعائله كل العالم بس اذا اهلك صار لهم شيء وانت اليوم ما معك مصاري شو بدك تعمل بدك تروح تدق باب العالم يعطوك مصاري ما حدا حيعطيك مصاري عاده انه انت ما قادر تساعد اهلك انت ما حتحترم بقى حالك كانسان فا make money and be happy كان millions ولا billions أنتوني هي اللي عم تحكي أكيد لأن money is opportunity is freedom يعني كلمة واحدة إذا تقول شيء money هي freedom كل شيء أوكي بس ده عم بقولك من ناحية تانية أكيد هذا مش أنت اللي عم تصل في ناس عايشين بالجنجل في ناس عايشين موارد هلا بدها ignorance is bliss بتجيب happiness ignorance يمكن ignorance is bliss هي نعمة لأنه إذا أنت ما بتعرف شو فيه بعدين بتكون راضي باللي موجود قدامك مش يعني هذا الشيء غلط في شخص يطلع بالسنة 10,000 دولار ويكون مبسوط أكثر من أكثر منه بألف مرة مش يعني أنه هذا هو غلط الغلط اليوم أنه الواحد يفكر أنه لا أنا ما بدي أجيب مصاري المصاري ما بتجيب سعادة بس قلة المصاري كمان ما حجيب لك السعادة حجيب لك فقر حجيب لك تعتير حجيب لك مشاكل فأقل شيء اليوم يكون أنت مأمن الأمور الحياتية اللي هي عادية ومن بعدها واحد يتفلسف قد ما بده الحياة هيفا صورت معك نعم سفر الأرز نعم هيفا بتعرفك منيح هاليومين ايه بعتقد تعرفها كتير على بعض هيفا بياخد كل السكوبات كل القصص الانترستينج عن حياته كيف بلش هو على انه عم بده يحكي عن قصص انا ما كتير انفيها فعارف حاله كيف عم بنزل الامور يا مجي كمل ياخد راحته ليأخذ راحته بتعرفك منيح ليأخذ راحته انتوني الحلو انه لما نسمع انتوني ابو جوده نعرف انه هذا الشخص ما خلق ملقة ذهب تمه هو بلش منش من الصفر بيقولوا من تحت الصفر حتى انت بتذكره على طول يعني بس تكون عم تكتب عم تحكي انت انتقلت عملت حالك بحالك ووصلت لليوم لصرت من اهم الاسماء بدبي والحلو فيك انك قريب يعني هيك همبل قريب من العالم بتعتكر حدا وقته بدي اعرف هيدي المرحله يعني ما بدي احكي بالديتيلز بس هيدي المرحله اللي انتقلت فيها لنجحت قد ايه اخذت وقت قد كان فيها عذاب لانه بمحل معين انت بتقول انه ما كنت قادر انك تاكل اكثر من وقعه بنهار يعني كان نهارك بعشر دراهم في خمسه منهم كنت تاكل فيهم وخمسه بدك تسعهم للمترو فاذا بنقي شيء غير عن الثاني بتخربط كل النهار خبرني ايش عن التشالنجز اللي مرقوا بهالفيز هلا قبل هالفيس بس بشوي صغيره انه انا كل حياتي كنت عايش مع اهلي ومغنج وكل شيء مأمن لي ولا مره عرفت قيمه مصاري ولا مره عرفت قيمه شيء فبس جيت لهون صرت لحالي اكيد شيء كثير بخوف ميكس ايموشن بين واحد خايف بين واحد عم بيقول كل يوم تعرف شو خليني ارجع على بلدي او بصير يعطي حاله اعذار فايه كانت مرحلة كتير صعبة وبتذكر الأصعب منها كان أنه ما كنت عم بفهم السيستم كيف كتير في جنسيات كل شيء مركب بطريقة كتير غريبة عني مع أنها هي طريقة كتير organized فأخذت معي وقت أستوعب الأمور ووصلت يعني كان كل يوم عم أقول خلص شو عم تعمل هون رجع فل رجع أروح على لبنان ارجع أقول لا أنه حترجع مكسر راسك حترجع فاشل حترجع ما حتحترم حالك
فا ايه اي واز بوشينج تراينج اول ذا ميثودز بس ما كان في شيء عم يزبط معي. هذا حديث ما عرفت بقى معي هذا التليفون الايفون بعته وقسمته على 30 يوم 300 درهم انه بدي امشي 7 كيلومتر وباخذ مترو وباكل تشيز ساندويتش ما في غيرهم هودي. فاذا نهار بدي اكل وقعتين صار عندي مشي 14 كيلومتر اذا هي اني واي حارجع جوع. فكانت كثير كان هذا الشهر كان من اكيد هلا بحكي عنه مبسوط فيه. هو شهر بس هو شهر كان جحيم ايه شو قولوا يا غضب الله. هو هذا الشهر كان هيك بس كان عم بيعلمني كان هذا الشهر مولدينج مي تو ذا بيرسون اي ام توداي. يمكن حتى هلا كنت بقول God picked me on a purpose. أنا هو كان عارف قد أنا قوي بس أنا ما كنت عارف قد حالي أنا قوي. فكأنه كان عم يمتحنني فيها. فمن بعد 26 يوم قدرت أعمل أول رنتل مع شركة تانية طلعت منها 500 دولار رحت أكلت الدجاج ما بقى طلعت بالمترو أخذت تاكسي ورحت اشتريت تي شيرت وهيك I felt like I'm a normal human being ومن هونيك بلشت. ف حلو حتركي كل المجال real estate. بدنا نحكي عن ريل استيت لفتت بهيدا المجال وبدي ارجع اعرف عن برايم ستي. هلا بالنسبه ريل استيت لا ريل استيت انا على طول اصلا يعني بعتبر حالي ام ا جود سيلز مان من هذا اللي خلقت فيه. انا وصغير كنت بيع اهلي كنت بيع اصحابي كنت بيع الاساتذه بالمدرسه كنت بيع على طول كل الوقت. فوقتها وصلت على دبي وشفت البنايات وشفت العمار وهيك انه اكيد بدك تنتبهي عليهم ما في مجال ما تنتبهي. فمشان هيك قررت انه اقدم على ريل استيت. كان وقتها نهار جمعه قدمت 10 سيفيات. نهار السبت بلشوا العالم يدقوا لي يعزمونا لاجر عندهم على الشركه فور انترفيو اون ساندي. هذيك الايام كنا نشتغل الاحد. فصرت روح على الشرك وكلهم يقولوا لي اذا بتحب تبلش تعال بلش نيكست ويك وهيك. شفت 4-5 شركة كانوا كتير كبار كتير حلوين هيك كتير مبينين انه فيهم مصاري بس انا ما ريحوني ما فت بولا وحده منهم. فجأت فتت بشركه اللي ما كان فيها ولا ساينز لا مصاري ولا شيء هيك كتير مسكره كلهم شباب هيك لابسين طريقه غريبه بس حسيت حالي انه هذا هو المحل اللي حنجح فيه او حيطلع مني شيء. وهيك تبلشت بروفيدنت اللي هي المادر كومباني تبع صح هيدا بآخر 2014. أنا جيت بأكتوبر 2014 هيدا كانت يمكن أول جمعة من نوفمبر. أوكي حلو. كنا عم نحكي على طول بنحكي أنا وجو عن الريل استيت بدبي وعن الماركت عن جد هذا شيء كثير مهم لأنه على طول بنسمع هلا كيف الماركت بدبي شو وضع الريل استيت إز إت جود تايم تو انفست. نعم تسأليني ولا عم تسأليني شو نحن عطول نحكي بدنا جواب نحن نسأل ليك هلا أنا تقلك شغلة مع الوقت أخذت هذه الوزنم بس تأرجع أعطيك إياها لأرجع لورا. بس جيت بسنة 2014 هلا أنا جيت للأسف كان الماركت عم بديش ينزل. كان كل ما أحكي مع حدا على التليفون يقول لي دبي is finished دبي is gone ولا I don't wanna buy ومدري شو كذا. بال 2015 نفس الحديث. بال 16 بطلوا يردوا علينا. بال 17 بلشوا الديفلوبرز يعملوا بوست هاند اوفر بايمنت بلان يعني دفع تنقول 30% للتسليم والباقي قسطوا على سنتين ثلاثة ويمشي الماركت. بس على طول نفس الكاتيجوري العالم اللي هي ولا مرة بحياتها اشتريت بيت حديش تقول لك قبل كان الماركت جون رجع من بعدها كان الاكسبو ما حيقدم ويأخر مع انه الاكسبو كسر الدنيا. رجع من بعد الاكسبو هلا صار الاسعار كثير عاليه مش خرج نشتري. فعلى طول حيكون عندك شقفه من العالم اللي هي منهم انفسترز وما عندهم جرأه يعملوا انفستمنت. على طول بيلاقوا حجه انه اليوم ليه ما لازم نشتري. وعندك العالم اللي هي عندها تفكير عندها منطق عندها لونج تيرم فيجن هي بتستثمر. اليوم بدبي انا بصلي من سنه 2014 ام بروموتينج دبي وكل العالم بيفكروني انه انا ام بروموتينج لانه اي ورك فور ذا جوفرمنت. اي دونت ورك فور ذا جوفرمنت. انا بحب البلد انا بعرف قيمه كل شيء عم شوفه. هيدا النظافه هيدا الامان اللي عايشينه الحياه هون العيشه اللي هي بلا تاكس انت مصرياتك عم تضلوا معك بجيبتك. هودي كلهم بخلوا تكون هيدا وان اوف ذا موست ادفانسد اند ديفلوب سيتي ان ذا وورلد. فبالنسبه لي هون السوق العقاري بعد ما بلش يعني حيرجع بده يجي بعد سنتين ثلاثة يسأل عن سعر البيت اللي حقه اليوم مليون حيكون حقه 3-4 مليون وحيقولوا I wish I bought صح عرفت شو السكر. نعم سو ما بتخاف من كراش؟ أبدا أنا أصلا I was never scared from كراش. أنا I praise كراش. كل ماركت فيه كراش أنا بس الهيستوري فيها كراش أكيد في كراش. بس قبل كان عندك كراش بدك تشوف شو معطياتها. يعني اليوم
بسنة 2008 هي ما كانت كراش بدبي، هي كانت وورد كرايسس صارت من وراء ليمان براذرز. من بعد ما صارت كل الكرة الأرضية انضربت، دبي عملت ريكفري بتسع شهور، ها ما حدا عملها ولا بلد بالعالم، بس هالعالم من قلة ثقافتهم ما بيعرفوا فيها. نمبر 2 بس بلش الربيع العربي كل العالم هجمت على دبي اللي كان بسنة 2012، بس عملوا أنونسمنت للإكسبو هونك صار في غلط، أنه كل الأونرز طلعوا سعر بيتهم 25%، هيدا طلعة 25% بلا فاونديشن انجبرت ترجع تنزلها لها 25% لأنه طلعت من بلا أسس معينة. عرفت كيف؟ من بعدها إجت 2019 طلع على الماركت. هلأ اليوم الكرة الأرضية كلها بحالة منا منيحة، طلع بدبي، دبي مأثرة بشي؟ بس لحظة ما دق مش it's not about إذا مأثرة هلأ، ما هو it's a black swan event. خلينا نجيبك يعني ما بتعرف لا، خلينا نجيبك عليها. دبي اليوم من بعد الكوفيد post covid صارت منشقة عن الكرة الأرضية، ما بقى تتأثر بأمريكا وشو بيصير فيها ولا بكندا. نحن اليوم بالبلد في عنا liquidity بالبنكس أكثر من 15 تريليون، يعني لو شو ما بصير بالعالم آخر همنا هون شو بصير. اليوم البايرز اللي عم يشتروا بالإمارات 85% they are cash buyers وما عم ياخدوا قرض، مش فرقانة معه الانفلي انه الانترست ريت اذا بيطلع 1% او 0.5%، هون كله كاش بايرز وكل العالم عم تعمل ريلوكيشن لدبي. فنحن اليوم الديماند اللي عنا اياه هو 8 مرات اعلى من السبلاي، فلوجيكلي على الارقام اللي عم نشوفها ما في كراش، ما في خوف. طيب انا بس بدي روح لانه let me نحن عم ديبيت. The biggest reason for crashes in the world بالهيستوري are excess liquidity. سوري هن شو؟ Our excess liquidity in banks. Assets liquidity. Excess. Excess. زيادة liquidity. Okay. When you have اللي صار بأيرلند، اللي صار بالدراجون ستيتس بآسيا. Excess liquidity create big problems. مثل ما بيجوا بيروحوا. هو اللون ريشيو هو المشكلة. يوم بس العالم أنت تكون عم تتدين بقيمة 70% أكثر من مدخولها، هون بتصير المشكلة اللي عندك اياها. وهيدا السايكل كله بيصير. هيدا ما خصه بالاكسس بالكاش، هيدا خصه بالاكسترا فاندنج اللي عم يعطوه البنوك، لانه البنك اليوم عم بيعلقك من 5-8% فوائد بالنسبة له يور ذا بيرفكت كلاينت. بس انت كنت عايش اليوم فيك تظهر، فيك تشتري ما بعرف تيابك اغراضك انت وعائلتك اللي بدك اياهم، فيك تعمل عشواتك وفيك تكمل معيشتك. اجاك الانفليشن اللي صارت، مصرياتك نزلت قيمتهم 5-7% whatever it is، بطلت تقدر انت اليوم تعمل اللي كنت تقدر تعمله قبل، so you're gonna go more into debt. لا سمح الله اليوم شركتك قاطعة financial issue they terminated your contract، انت ما بقى معك تدفع، انت بتقول انا ما فيي ادفع، انا مشحوط من شغلي. هون الديفولترز one by one by one by one بيوصل لعندك اليوم بالبنك واللي بيعمل الكراش تبعولته هو. في كمل بنقطة هاي بعد؟ في بس في emergency من ورا في كارن كارن رو اه والله في في هيك انا فكرته عم يغرق صار يشوف ولا ما عم يشوفه انا فكرته عم يغرق عم يعمل له هيك بده يروح شيله روح تفضل كارن اذا بنكمل على الكراش اذا بدك تحكي عن الكراش اوكي عم بتقول انه اكثر شيء العالم اللي عم يشتروا بدبي هن الكاش بيمنت اغلبيتهم بفتكر عم تقول هن الروس اللي عم بيجيبوا كاش قبل سنه الماضيه اوكي دونك اذا سوري نحن هون بنقول كاش مش يعني بيبر كاش إيه؟ كاش يعني كاش ترانزاكشن ما لنا مورجج من البنك اوكي هذا مقصد فيها إيه. اوكي دونك العالم فيها تطلب اكثر البيت اذا حقه مليون في يقول له مليون او مليون و250 برايك هيدي الطلعه معقول تفقع شي محل معقول يصير في بابل ويرجع ينزل كل شيء؟ تقول لك كيف هلا هي وين معقول يصير في مشكله اليوم انه بسنه ال 21 22 و 23 كثير انطرح مشاريع بالماركت، هؤلاء بالماركت هن رح يقدموا 85,000 يونتس هن بسنه ال 26 بنصها. اذا وصلت لهالوقت اليوم ما عندك كميه عالم population to suck that properties، ساعتها صار الديماند اوطى من السبلاي، ساعتها بلش الاسعار توطى. لانه بيصير في مالتيبل اوبشنز، بس طالما اليوم عم اقول لك الديماند هو 8 مرات اعلى من اللي موجود، كل العالم بتحط اسعار بدها اياها وحد بيع. خلص لكن بتجيب المليون دولار وبتجي تشتري ابارتمنت. لا مليون ما بيجي بجيب اكثر. لا بس على اخر نقطة لننتقل لغير شيء. رح اعطيك سيناريو. بامريكا الانفليشن بالسماء. في كثير بامريكا الاسعار تبع الرنت هيوج. باوروبا واحد على أربعة من اللونز اللي عم يطلبون للهاوسينج عم ينقبل، ثلاثة على أربعة عم يرفضوا. أمريكا كانت بفرنسا. So there's a worldwide
lack of liquidity عم بتصير لان عم يسحبوا البنوك بالانترست ريت على العالي. دبي is a multinational city. لما يصير في كريزة بأمريكا أو يصير في كريزة بأوروبا هلو ريال اللي فاتحة هون هالشركة الماريوت والإخبار تتحمي حالها بدها تعمل داون سايزنج. لما تعمل داون سايزنج رح تقلل من عدد الموظفين بكل بلد، رح تقلل من عدد الموظفين، البيرتشيس باور تبع العالم رح تفل، جوب اوبورتينيتيز رح تقفل. امبوسيبل دبي ضل متكلي على الناس الالترا ويلثي اذا هالمالتي ناشونال كومبانيز اللي هي الاساس تبع دبي اتس فورين فاندز انفستمنت رح يخف ورح يشح. سو ذيرز ا سيناريو ما قول يصير كرايسيس. اكيد ما عم اقول لك لا، بس عم اقول لك اللي هو نحن كنا معلقين بامريكا كثير لدرجه شو ما بيصير هونيك بعد 6 اشهر بيصير عندنا. اوكي لك كلوك وايز. اوكي يوم طلعنا منها امريكا من 2021 مضروبه وي دونت كير، بالعكس هون عم تقوى الاندبندنس راح هي هي يعني عم نقوى هون من ايه فين وبلي هون هيك مزبوط علينا ايه. اليوم هيك هون الجفرمنت كثير عالم اسكيه صار عندنا اليوم هيد كوارترز تبع اكبر هيدج فاندز بالعالم اللي هي عم ينقلوا من لندن، عم ينقلوا من هونغ كونغ، عم ينقلوا من سنغافوره، عم يجوا لهون. هودي في كميه ليكويديتي عم تجي على البلد منا طبيعيه. اوكي عدا هيك صار عندك اليوم كوميونيتيز مثلا عملوا تشاينا تاون، صار عندك تشاينا تاون ذات تشاينيز كومينج. هلا الكاسينوس اللي جايين عم بيعمروهم الكاسينوس ان كان براس الخيمه ممكن هون رح يجيبوا كميه مبالغ منا طبيعيه. عم تنعمل دبي اليوم ذا ماذر اوف كريبتو اللي هي تاكس فري. انت اليوم ما فيكون عندك باينانس اكاونت اذا انت عايش بامريكا، يو كانت. هون عم يفتحوها لكل العالم، تعوا جيبوا مشاريعكم اعملوا كل شيء انتو البلوك تشين ان ذا سيتي. فاليوم دبي ما لنا متكلي على مدخول، عندها 100 مدخول 200 مدخول 300 مدخول. نحن الفيجن از 2040 هلا بعد ولا شيء، بعد ما بلشنا ما فتنا بالطب. واليوم بيقولوا لك انه الخليج كله سوا معقول ياثر على الامارات وعلى دبي؟ ما في شيء عم بيأثر. شفنا شو في حوالينا بلاد وبعدهم بعاد مينيمم 20 سنه. هي الكلمه هي بعد بعد كثير، وبعد 20 سنه يمكن دبي بتصير بغير مطرح. اوريدي هي اليوم بغير مطرح. انا قلتها لهيفا دبي انا بحسها نحن هون عايشين ب 2050 مش بال 2023 بال 2050. It's too advanced. وكرمال هيك انه ما في خوف على ولا شيء. وبالنهايه بدي اقول لك اياها شغله، انا اليوم ام نيوترال بموضوع الطلوع والنزول، انا بس بحكيك فاكس بحكيك ارقام لانه اي دو لوتس اوف ستاديز. اليوم كمان مش غلط يصير في شويه كوركشن بالبلد، في كثير انفسترز معهم كثير كاش وناطرين ليرجعوا يعملوا انتري على الماركت. نحن اليوم كريل استيت بروكرز للصراحه ماركت طالع ولا نازل ما كثير بتفرق معنا. انا بتفرق معي شخصيا لانه انا دو ماي اون انفستمنتس، بس لالي انا حبيع هي وطالع وحبيع هي ونازل وحبيع هي وميديوم، فبالنسبه لي هي ذا سيم. يمكن استابيليتي هي اضرب شيء، يمكن هي طالع تزهق ونازل احسن. انا صراحه انا بحب السوق النازل ما بحب السوق الطالع. السوق الطالع عليك مثل عم يعمل ما هلا عملنا. انا بس بلشت كنا 5000 بروكر، اليوم نحن قطعنا ال 85000 بروكر. يعني ريجستر بروكر بالدولة هيك بيصير بروكر؟ هلا ريجستر بروكر بالدولة يمكن عندك هالشغلة. يمكن عندك اوفيشالي 15000 والباقي مثلا حكيم سنين تبعولي صار بروكر، بيرسونال ترينر تبعولي صار بروكر. في كتير بنات هن هاف موديلينج هاف بروكر. هو بس الريكوايرمنت بدك تكون تعرف تحكي انجلش ومعك تليفون. اهلا وسهلا فيك، ذاتس ات، يور مور ذان ويلكم. بالنسبة لهيدا الموضوع تبع الريل ستيت بروكرز، لما كنا عند أنتوني عم نصور بالشركة عندك أكثر من 300 موظف كلهم هيك طاف وبدلوا جائرين، قلت له أنتوني طب ليه هيك؟ قال لي بليك دغري بتعرفي أنه هو ريل استيت بروكر، لأنه عن جد في شيء نحن بنقول أنه ليك ريل استيت ايجنت شو حياته سهلة، أنه ماشي بدأ على التليفون ببيع. كان عم بخبرني عن جد موضوع كثير مهم قديه لازم يشتغلوا عليهم بسيكولوجيك ما، لأنه الناس مرات بتاخدها بيرسونال انه ما تبيع، انه هو لازم يعرف الرفض الريجكشن. كيف يعني؟ اصعب شيء راح يخبرك يعني، لانه تخيل انت عم تحكي مع عالم كل عالم بتقول لك لا ما بدي، اللي ما بقى تحكيني ما بدي اشوفك ما بدي اشتري ما بدي اعمل، فانت بصير تحس حالك هذا الريجكشن، فاخر شيء بفوت بالسب كونشس تبع عقلك وبتصير طيب بفز على البالكني بشرب سم شو بعمل. العالم بتجن يعني عن جد. كثير هلا عم فكر فيها، لان انت عم تحكيني شردت شوي عم فكر فيها انه اذا كان ريجكشن حتى تخيل انه عم يعمل ديل صار له مع حدا شهر مثلا، يرجع هذا الشخص يشتري من حدا ثاني من بروكر ثاني. في كثير قصص بتصير، فانه اليوم لحدا ينجح فيها هيدي الشغله منتلي هاش تو بي انه ما رفضك انه كرمال شيء بيرسونال، هو ما بده يشتري
وحتى في كثير ناس بتسأل في عندي سؤال يا اخي تقعد معنا طيب قاعد هون حتى في كثير ناس بتسأل وبتحب تعرف يعني كل شيء يعني رح خبرك كل شيء على السوشيال ميديا بلاتفورمز خصوصا لانه بيعملوا كثير ادفرتايزنج وبين عندك الادز حتى على لبنان انا حدا منهم كثير بحب اسال يعني بشوف دعايه ببعث شوبينج ايه عن جد شوبينج شوبينج بحب ابعت اسال وقد ايه الاسعار وكيف البيمنت بلان لو ماني مفكره هلا اشتري بعد يمكن سنه بس انا هيك بحب اعرف فهذا كمان ضيع وقت بالنسبه لك اللبنانيه معقول يكونوا بالتوب 20 بدبي بالبايرز كناشوناليتي بايرز افريست اكيد لا اكيد لا لبنانيه نمبر 7 شو بدبي شو نمبر 7 لبنانيه العاديه ولا عم نحكي عن سياسيه باي ناشوناليتي يعني مش لبناني عم يشتري باسبور انجليزي او باسبور فرنسي روس ايرانيه اوكي عم تقولوا 1 2 3 4 كمل بس نمبر 7 اللبنانيه سوري ابدا ما في شيء كل دبي للبيع كل شيء له سعره صيني تشاينيز تشاينيز هلا صاروا من شهر ماي جون لليوم هن نمبر 1 من ماي لهلا شو عم تحكي نحن هذا كنا عم نقوله من ماي كرمال هيك لكن الترافيك الادفيرتايزنج على طول عنا بلبنان وكثير بيصير في رود شوز بلبنان ايش مثلا ديفلوبرز من هون بينزلوا على لبنان في شيء هلا سون كنت عم كل ويك اند في جمعه سبت احد في رود شو بلبنان بيجوا اللبنانيين لهونيك بيجتمعوا بيشوفوا بيشتروا باينج ان دبي هيك بصير الديل كثير هين تخبرك عن الصين بشهر ماي عملت انا فيديو وقلت انه هلا الصينيه حيجوا بكميه مش طبيعيه كل العالم صارت تقول لي انت مجنون وشو عم تحكي وهيك بس انا كنت عارف لانه اي جو ثرو ذا نيوز اول اوفر ذا وورلد بسنغافور فرضوا على كل المستثمرين اللي هن انترناشونال انفسترز تو باي 60% تاكس يعني صار بيتك بكلفك 160% اذا انت منك من سنغافور والصين هي كانت نمبر 1 باينج ان سنغافور فبس تسكرت عندهم كندا مسكره من فانكوفر زمان بقى فينا ما فيهم يشتروا لندن اوريدي عملوا دامج ما بقى فيهم شرا وين بده يجوا فرنسا عملوا دامج وين بده يجوا اجوا كلهم لهون من ماي لليوم هن نمبر 1 بكل الديفلوبرز واو حتى ما رح ننسى كارين خلص خلينا ننسى لانه انا عم شوفه على الازاز عم بيهوبي to have to be a good real estate agent is it sales is it marketing communication skills all of the above بس هي كيف بتصير انا بقول لهم شغله انه اليوم بس تجي على دبي وتطلع فيها دبي بتبيع حالها لحالها مش عايزتك انت لتبيع كل شيء مبين قدامك بس انت اليوم شو بتبيع بتبيع اللايف ستايل تخلي العالم تعرف شو هي القوانين شو هي الامور اللي عملتها الدوله هون لتساعدك انت ان كان كمستثمر ولا كامبلويي شو بيطلع لك لك ولعائلتك امور بس كلهم انت تشوفهم بتقول لا اوكي لازم كون هون اخر شيء بنقي البيت البيت بدك 1 2 3 بيدز موجوده بكل البلد فمشان هيك عم اقول لك اليوم مهم انت تكون انفورماتيف عندك كتير نوليدج نمبر 2 مهم انت اليوم تكون شخص اول شيء شخص منيح شخص انت اليوم هلا ما بعرف عن كل العالم بس انا كنت عم اقول لهيفا انه انا عندي 2 برينسيبلز اول واحد اللي هو بعمل زبونات مثل ما بعمل اهلي نمبر 2 انا ما ببيع شيء انا ما بشتري يعني اذا انت اليوم مثلا تجي بتقول لي بدي اشتري هيدي الفيلا اللي هي ب 20 مليون بس هي ما منيحه لإلك وفي عندي بقول لك لا اشتري هالشقه ب 2 مليون اللي هي منيحه لإلك هون كان في عمل 300000 كوميشن هون بعمل 20000 بس بعرف هون بس انت عم تعمل مصاري حترجع لي عم تفوتني بالسيركل تبعك كله هونيك بعتك مره وخسرتك فبدي يكون عندك long term vision بدي يكون عندك معلومات بدك تعرف تخلق النتورك تبعولتك تكون تعرف تسير تروح على ايفنتات ان كانوا خصهم بالسيارات ولا بالبوتس ولا حيلا gathering بدبي تعطي ارقامك لكل العالم يصير عندك اصحاب وعطول بدك تخلي بالعقلية نحن بنقولها بالعربي انا بدك تاكل والطعمة صح فانا اليوم بس بدي يجي شخص لعندك بدي اقولك انا بعرف شخص بدي يشتري لحرفك عليه اكيد بدك تدفع له وتدفع له كتير منيح خليه يدعي لك ويضل يفكر من يوم ورايح انه كل ما معقول يجي حدا هيدا الشخص اللي بعطيه رقمه وحيبيعه ويخلصه رح خبره عن المشروع يمكن شفته على الطرقات اللي هو اوشنز باي دانوب ما عم عملوا دعاية ابدا بس هيدا المشروع كنت عم فكر انتو انفست انت مش رح احكي كتير عن المشروع شو عجبك 1% per month 1% per month الفكرة اللي حبيتها انه كان رح اخد 2 bedroom 1000 square foot مع بول
برا اوتدور. بس فكرت هالبول رح يكون مينتنس وزت الايبيليتي او هيدا. انت طالع على بودكاست هلا ما في جارين اذا في طلعنا انه يور بودكاستر، بس كمان طالع على بودكاست مع حدا اذا بيقدر يطلعنا جارين بس تيشوفوه. حكيت كتير حلو عن استراتيجيز ان انفستمنت، سو شو بدك وكيف شو تنقي اي بروبرتي للاستراتيجي اللي بدك تعملها. بليز لان كتير مهمه كان اللي حكيته، اذا فيك تقلنا بس بدقيقتين ثلاثه، واحد كيف بده يعمل استراتيجي انفستمنت حسب شو الديماند تبعه، اذا بده يعيش، اذا بده اوتيل، اذا بده ابارتمنت، اذا بده رنتل، بس فسرنا بليز. لك هلا انا لازم اعرف شويه معلومات اكثر عن مدخولك، عن قد ايه بتفوت، اذا انت eligible to take mortgages من هون ولا لا. بس to simplify it for you، اليوم عندك ثلاث انواع بروبرتيز. عندك اول نوع اللي هو بتلاقيه على الخير رود بشكل عام بمنطقه الجي في سي، جي في تي، سبورت سيتي. هونيك فيك تاخذ 1 بدروم اللي هي بقيمه 700,000 درهم، 200,000 دولار. هيدي كل سنه بتجيب لك تقريبا 8-9%، يعني okay. انت اليوم فيك تطلع منها بحدود بين ال 15-18,000 دولار بالسنه، بيشوك ما بتوجع راسك، ما بتحكي مع حدا. اوكي اتس فيكس ستيبل. اليوم بس بدك تبيعها بتقدر تعمل مارك اب عليها 5% او 10% ماكسيمم. ذاتس ات دون. هودي نحن بنسميهم الكاش كاوز. هودي الانفسترز بحبوا يكون عندهم بالك طابق طبقين ثلاثه، لانه يوما ما اذا اجوا عايزوا مصاري من البنك بيستعملوا الانكم الثابت اللي جاي من هودي البيوت وبيرهنوا البيوت وبيعملوا شيء اسمه ريليسينج اكويتي. يعني بيجي البنك اليوم بيتمن لك البورتفوليو تبعه، لك انت عندك 10 مليون بورتفوليو قيمه 10 مليون، البنك بياخده بيرهنه وبيعطيك 7 مليون كاش، بيقول لك اعمل فيهم اللي بدك اياه. هون بتاخذهم ترجع بتشتري 5-6 بيوت، بيصير نص البيوت عم يدفعوا الانستولمنت والنص ما صار عم فوت لجيبك. انت عم تعمر بورتفوليو من مصريات المستاجرين اللي عندك، كل شيء دفعته من جيبتك 30%. How the big investors بيشتغلوا على هذا الصعيد انه to release equity and to leverage on the market. اليوم كشخص اول مره جاي يشتري بالبلد as a first time investor انا بنصح اذا الشخص قادر يشتري البروبرتي يدفع حقه كاش بالكامل يشتريها. اذا ما بيقدر مثلا مثل حضرتك انت ما عندك فيزا بالامارات مش هيك؟ بلا عندي بشتغل هون. صار لك سنتين بتشتغل هون؟ يصيروا اربعه. خلص تمام. انت عم تشتغل هون بس بتدفع 20% من حق البيت. أوكي. والبنك بغطي لك 80%. البيريد بتكون بين 3 سنين up to 25 years. قصتها كيف ما بدك، ايام توصل معك الانستولمنت 800 درهم 200 دولار بالشهر. أوكي. مش بحق فاتوره الكهرباء. اوكي سو هيدا دون. اليوم بس اللي ما عنده كاش فلو ومضطر وبدي يفوت باوف بلان، لانه منا ليك انا عندي هون كلهم، عندي اوف بلان وعندي ريدي وعندي من ستوديو up to 5 bedrooms. اوكي اكتشفته بعد وقت انه منا كثير ذكى تجمد مصرياتك 3 4 سنين اذا انت عندك كاش، لانه انا اليوم مثلا عم بدفع 50,000 ولا 100,000 بالسنه، هيدا عم تروح مصاري جامده، بينما لو هيدي ببروبرتي عم تشتغل عم تجيب 8%. اه فهمت. بهالخمس سنين ما بكون بعد تعمرت، يعني في 40% كان فيك تعملهم انت اليوم بدل ما مصاري تكون جامده. ايه فانا الاوف بلان بقول لك اياه هو اخر حل للعالم اللي ما عنده مصاري، او اذا نازل مشروع بماستر كوميونيتي جديده على البحر بعد ما في شيء هناك ساعتها اكيد حيغلى مضطر تشتري اوف بلان. بس غير هيك اذا معك كاش لا يوز ات. اوكي حلو. انتوني نحن كنا عندك بالشركه الشركات لانه نقلنا من مكتب لمكتب وشفنا اود الاوردز لانه في كذا اوضه بكل مكتب. سو عن جد اسم الله، يعني وي ار براود اوف يو عن جد. كثير حابه هيك تخبرنا شوي جارين، ما بعرف اذا بتحط لنا بليز الاوردز ال 1% منهم. ايه الارتكلز، يعني هي مالتيبل ارتكلز، هيدي مثلا وحده بفوربس. خبرنا بس لما انه تشوف هيدا قد ايه حلوه الكونديشن. طلع لنا خليج ثاني بس nothing is enough. بتعرف nothing is enough، يعني مثلا اكيد ولا بحياتك تفكر انه اليوم بين على فوربس او على خليج تايم او على عربيان بزنس او على كل هول بورتال. ما بتحسها سيلف ساتسفاكشن، بتعطيك مور موتيفيشن؟ بحسها انه اليوم انه مش لازم بين مره، لازم بين عليها 100 مره واكثر من هيك كمان. فبالنسبه لي هاودي انا از نايس از ات از انه سينس اتس دان وانس لازم تضل على طول تبين وعلى طول بجرب، يعني
تقريبا كل شهر عندي شيء تو سيليبريت، سو على طول هيك اي تراي تو كيب كونتاكت معهم اند تو ستيل جيف ات مور. بس اكيد ام فيري براود، وان شاء الله يكونوا كل اصحابي وكل اهلي وانتم وبلدنا وكل شيء براود فينا. اكيد لمين بدك اول ما يعني اول ما يتوصل فيك يقولوا لك عندك اوورد؟ مزبوط. لمين عن جد مين اول حدا بتخبره؟ ما حدا عن جد، ما حدا. بنطرهم ليطلعوا ويا يبعثوا لي اياهم كمان، او ساعتها دغري بعمل لهم بوست. بتعرفي لانه في شغله عندي اياها، عندي انترنال باتل، يعني سوري لحبركم اياها بس تكونوا تفهموا انا من وين جاي. كثير بخاف خلي عقلي يصدق انا شو عامل، لانه بحس بس عقلي بده يصدق جسمي حيرتخي، حيبطل يشتغل 16 ساعه. حقول انه مش ضروري تكسر حالك، اشتغل 5 ساعات، اشتغل 8 ساعات. سو عندي هذا المومنتم اللي هو ماشي فيه بحياتي، انه انا اليوم بعدني بشتغل كانه بعدني شوي احسن من ايام المترو، شوي من بعدها يعني، بس هيك بعده عقلي بيشتغل. فبخاف صدق انه ايه انه I'm getting all of this reward و I am the top broker و I am و I am و I am. ما بدي هذا الشيء خليني خفف البرفورمانس تبعولي. حلو. انتوني هيدا شافوها يمكن كل حلقة، هيدا تاني كتاب صح؟ اول واحد كان تيك تشارج، ذس تيك اكشن. اكيد مش انا عم دعايه للكتاب، بس مش هيدا البيت، انا بدي احكي بهالمنطلق. بس قبل ما تكفي بس لخبرك انطوني انه جو قرا الكتاب. اكيد لتعرف يعني قبل ما خلص يعني صرفت معنا بالاندستري. خلص رح اقول لك شغله انا لاحظتها بالكتاب. When you read books عن ناس بيعطوا مثلا الادفايس، بكون كتاب عن الادفايس. This is a biography. للي ما بيعرفوا انه sometimes فيك توصل الفكره ببيوغرافي، فيك تعطي ادفايس للشخص مش براندم كوتس، مش انه عمول هيك، مش بس بارقام وعندك ارقام باخذ كتاب، بس ببيوغرافي اكسبيرينس اللي عندي صارت معي انا. بس وات اي امبلمنت داي تو داي محطوط بالكتاب. اوكي بس رح بلش 4 نقاط اللي عندي. ببلش الكتاب بكلمه باشن، هي اهم شيء. مزبوط، هي كل شيء، هي كل شيء. تقول لك شغله مثلا، الفكره انه للاسف 90% 95% من العالم كل يوم بروحوا على شغلهم، هن مجبورين يروحوا على الشغل لانه هن بعقلهم وبرايهم وبراي عيالهم ومحيطهم انه يو هاف تو جو تو ورك افري داي، تعمل هال9 ساعات ترجع. ما في حب، ما في يعني. واحد عم يروح مجبور مثلا، بس يكون عنده داي اوف، والله الحمد لله اليوم داي اوف. انا بالداي اوف تبعولي مثلا اذا كل شيء مسكر تيجي بتعمل براند تاني بالداي نهار احد حتى ايه بيشتغل. لا اكيد انا شغلي، انا بالنسبه لي طالما فتحت عيني عم بشتغل بيوقف الشغل، بس سكر عيني. وحتى ايام بكون انا ونايم عم بحلم بالديل وبالسايننج وتوعين الجوي وبتقولي ما في شيء وبعدها هون وهيك، هالقد ما بيوقف راسي. بس الباشن هو الدرايف. هلا انا اليوم ما كنت عارف انه الباشن تبعولي اتس ريل استيت، ضليتني جرب. حسيت حالي بحياتي انه انا ماني مبسوط بحياتي، مع انه كل شيء موجود عندي، في شيء غلط. فبلشت نبش، وبس عملتها انغرمت فيها. وقت انغرمت فيها قلت اوكي ام سو باشنت اباوت ات، خليني اعملها. بس بلشت اعملها، ما عملتها مثل ما الكل بيعملوها، عملتها هيك يعني. كل العالم كان جاي هيك، انا جيت هيك. كليا عكس، كثير في عالم صارت تقول انه something wrong، في شيء غلط مع هذا الشخص، مش مزبوط اللي عم يعمله. رجع شافه لا actually he had a vision. انا بس بلشت السوشيال ميديا تقول للعالم ليه عم ضيع وقتك، ليه عم تعمل فيديوز لبيوت، مفكر الباير حيشوف لك فيديو لك. انت من اول الناس على فكره اللي عملت هو من اول عالم. مزبوط، بلشت فيها وكثير حربون العالم، حتى من شركتي يقولوا لي عم تضيع وقتك، فوكس على اللي قدامك، اشتغل اللي بتعمله. بقول لهم لا، انفجرت معي رجعت. انا بعدهم هن هلا ناطرين الصوره يحطوها وحدا يدق لهم وهاي از ذس افيلبل. عن جد الريل فيو، فهيها الواحد بده يكون عنده باشن، بده يضل يقول طيب اف سم ون كان دو ات اي هاف تو دو ات بيتر، يا ديفرنت يا بيتر. اي كان ريليت لانه صار معي ذات الشيء على السوشيال ميديا وقت بلشت. ليه عم تعمل سوشيال ميديا؟ بعدين ما صار معي هالبوم، اكيد في حدا داعم وشي وزير عطول في عطول في ما بيعرفوا انه takes dedication hard work. صح. تاني نقطة اللي هو بركي احلى كوت بالبوك لد انتوني جوزيف. مين انتوني جوزيف للي ما بيعرف؟ اوف هاي بدها حلقة لحالها. بس كلمة example that anyone can do it no matter what your background is. مش مهم انت من وين جاي، مش مهم شو لونك، مش مهم شو دينك، مش مهم شو معتقداتك.
you can make it if you put down the effort. That's it. The quote in chapter 4. Information is free, but wisdom is priceless. نحن قبل كانت information was the key, هو information. هلأ صار access to information is very easy. How you utilize it? حكية. قدام مهم how to utilize the information. كل شيء. خصوصي بالreal estate. مش بس بالreal estate, كل شيء بحياتك. هلأ مثلا أنت قال لك كيف. هلأ أنت مثل اليوم عندك بودكاست. أنا أكيد أنه عندك كتير معجبين بالبودكاست وعندك شقفة عالم هودا شغلتهم بس يفوتوا كل يوم يكتبوا لك كومنت ما قالوا معنا. أوكي. فأنا بقول لهالعالم بدل ما تشوفوا هالبودكاست تنفترض اللي هو مش عجبكم ومش طايقينه وتقولوا شيء بشيع نفس الأفرت اللي حطيتوه حطوا لتتعلم على شيء بصير أنت اليوم عندك شيء بحياتك توعى كلمانه تتعلمه ودو بيتر. مثلا اليوم سألتني هايفا لان عندك هالقد شراك انه انا مش لانه انا حابب يكون عندي شراك بس لانه انا اليوم كنت عم بجي استعمل هالشركه ما يعجبني الشغل استعملها ما يعجبني كنت اقول اه والله كل الشرك ما بيصفوا رجعت قلت طب بدل ما انا اقول كلهم ما بيصفوا طب عمول وحده وكون انت احسن منهم كلهم. ونفس الشيء هون الانفورميشن اليوم بالانترنت انا تعلمت تريدينج كامل للادفانسد من يوتيوب من اول ما وصل على سنتين ونص اخذت معي من يوتيوب كثير تعلمت قصص من يوتيوب الوقت اللي بقضيه على الانترنت طيب اذا عم شوف حدا عم بيقول شيء وما عجبني I'll just swipe اخذ مني ثانيه خلصت ليش بدي فوت عليه وسب له قد ايه في انترناشونال ميك اب ارتست حتى بزنس مان بالعالم تعلموا المهنه تبعهم من يوتيوب كل شيء بتحكي اليوم بالعمليه الطريقه الموصول فيه الكره الارضيه اليوم نحن عايشين باحلى ايام حياتنا في مثلا انا هلا اليوم اذا بدي احكي مع جراند كاردون وفوت على بروفايله ببعث له فويس وبتوصل لعنده بيسمعه طيب قبل كان بدي ضلني نبش تليفونات اسرع مين الاسيستنت تبعته لاخذ فلايت اروح على لوس انجلوس لهي تشوفه نص ساعه هلا اليوم صار في ابعث له مسج خمس ثواني سو نحن عايشين باحلى ايام واليوم كثير هاني تعمل مصاري اونلاين بس العالم ما عم تستعملها العالم ان جنرال بتحب تقضي وقتها على تيك توك فيديوز ولايف وقصص لا بتقدم ولا بتاخر يعني هي هيك ما رح اقرا كل الكتاب يعني بس رح تعطي نقط تحمس العالم يقروه شابتر 6 the most intuitive quote الكوتي كثير بديه nowadays your social media ID needs to be stronger than your CV. أنا as a plastic surgeon. It is the CV. It is your CV. أنا as a plastic surgeon. تيجي على الدول العربية. حتى مخرج من أمريكا وكل شيء. Which should be the best thing. بيقولوا لي شو ال what should be before after تبعك. شو الإمباكت تبعك. كم followers عندك كل شيء. أنت بنيت social media مثل ما حكيت. صارت ال identity تبعك. طب لما توظف عالم. بهمك هلا ايدنتيتي تبعهم على السوشيال ميديا اكيد بهمني واليوم بهمني اول شيء اعرف هذا الشخص اللي ما عم يعمل فيديوز ليه ما عم يعملها لانه انا اليوم للاسف يعني وبقوله اذا انت اليوم ما عندك سوشيال ميديا ايدنتيتي يعني يا بتشتغل بالحرام يا في شيء مش طبيعي يعني ليه بدك تكون مخبى شو عندك اليوم شيء تخبيه فاليوم مثلا في كثير عالم انه هن حابين يعملوا بس خايف انه what would people say طيب من هول العالم اللي حيعطوك رأيهم مين عم يدفع لك فاتورة الديوة بيسكت مين عم يدفع لك فاتورة ولادك بيسكت exactly go do the work فرجيهم أول فيديو أنا عملته فرجيهم تاني فيديو أنا عملته ونطلع كيف كنت أنا أحكي هون ما مبين مدعي على هيدا المصلحة بس ما bit by bit it's practice هو السوشيال ميديا interesting CV لأنه حلو بتفوت وبتعرف على الشخص الرياليتي تبعه نحن بشغلنا فيها تكون فيك كمان بمحل معين بس فيك رياليتي بس يور سبوت اون ذا ميتينج يو ويل سبوت اون اول 5 دقائق لازم تعرف 100% الحلو قبل نحن بشغلنا بس نطلب سي في من حدا بس يبعث لنا سي في ما بنقرا له بعث لنا البورتفوليو يعني هلا صارت ايزي انك تعرف على شخصيتي هيفا اصلا انا كان بدي اقول لك شغله انا كمان عملت هيدي فيديوز من شي سنه ونص انه ما تبعثوا لي سي في ما حافتح الايميل انا اليوم حدا بده ياخذ الاتنشن تبعولي يبعت لي فيديو 1 مينت وظفت مره صبي عمره 15 سنه من ورا فيديو بعت لي 15 سنه وانا عارف انه there was zero expectation بس لانه عمل هالافورت كان عنده الجاتس يحمل تليفون يبعت لي اياها يقول لي انا بدي اعمل لك 1 2 3 بالماركتنج وهيك let it be so اليوم لازم الشخص يكون اونلاين ما بيكون اونلاين he's left out as a dinosaur على فكرة اي شخص تعرف عليه اول شيء بفوت لعندك على السوشيال ميديا هيدي اول شغله حتى قبل السبونسر شيب كان لما حدا يعمل سبونسر يحط الويب سايت هلا بحط السوشيال ميديا لما حدا جديد يفوت على الويب سايت
اوكي رح انا باخر جمله بيتحمسوا يقروا الكتاب chapter 8 your whole presence on the internet is a lead generation. حاعطي اكزامبل مثلا مستر بيست طلع قال انه كان مره بده يحضر سيريز ما بعرف كم ساعه قال اذا انا بدي احضر سيريز مثلا 70 ساعه رح اخسر وقت لشغلي ليه ما بعمل تايمر بحط فيديو علي عم ناروتو ناسي بصور ناروتو انه بخلي العالم يشوفوني قديه في كونتينيوسلي احضرها بلا ما اوقف وعمل سحبه ماراثون وقدر طلع فيورز على يوتيوب طلع مصاري من شيء هو عاده هيك. Your whole presence on the internet is a lead generation. صح ليك البراند اليوم وصل تبعولي انه صارت العالم ما بتعرفني ما انا هيك معي بحياتها تبعت لي تكست هاي اي هاف ذس بروبرتي اي وانا بوت ات اندر يور كومباني ولا كلمه ولا شيء يعني ما بنعرف بعد ولا وصل لهذا الليفل. الليفل الثاني البراند تبعولي وصل انه اليوم العالم بتدفع كونسلتيشن يعني بده يعمل اجتماع 30 minutes بيدفع حقه $300 بده يعمل اجتماع 1 hour بيدفع حقه $600 consultation لا اشرح له عن دبي. اوكي هلا في يحكي مع 100,000 agent ببلاش مزبوط حدا جابره يجي يحكي معي بس they come to see my portfolio بيشوفوا الشغل بفوتوا على REST application بيشوفوا انه انا اليوم بايع فوق ال 5 billion dirhams in دبي. You cannot call this lucky. هيدا معمول صار له 9 سنين على بشوفه كل هو كل مسوى. لا you know what خليني ادفع على الكونسلتيشن واحكي مع شخص عارف شو عم يعمل احسن ما اروح ابرم بالبلد مع عالم مش عارف شو تعمل اخسر مصاري وارجع اني باي ادفع الكونسلتيشن. سو هيدا عم اقول لك اياه اليوم السوشيال ميديا تبعولك خبر عن اللي عم تعمله فرج العالم شو عم تعمل كل العالم عم بتقول لي هيدا الكوت work in silence let the noise let the success make the noise. ليه خي شو عم تشتغل انت ل work in silence شو عم تبيع على المزبوط شو اللي بدك اياه صار بس للكتاب انا بس تقول انه اللي بده يطلبه نحن طلبني امازون you can find it on Amazon both books under your name كمان بلبنان بفيرجن ميجا ستور كل فيرجن ميجا ستور عن جد شجعوا it's very interesting بتشوفوا حياة شخص بذات الوقت مع قصص رح تفيدكم بخصوص بالماركتينج بالسيلز بكل شيء. سو هيدا الكتاب هاي فكرنا هيك صار ساعة ونص عم بفوتر لك اياه هون عم تنزل عم لحظة هلا لما تشوف هلا هو بده منها تشوفوا السيلز لقيتهم مرة برايم تايم نعوضهم بالحديث عن السوشيال ميديا فيك جارين بليز تحط لنا أول بوست هيدا أول بوست لإلك على انستغرام اوف شو هيدا؟ ليك بسنة 2018 هيدا كانت بداية أقوى سنة بحياتي هون كان بوقتها الديفلوبر أعمار كان كل 3 شهور أو كل 6 شهور يعطوا البروكرز أورد لا أكشلي هون بهديك الأيام كانت كل سنة يعطوها ما بعدها صاروا يعملوا كل 6 شهور مهم هيدا هون تكرمنا من أعمار as coming of the top 20 companies من دبي ومن وقتها لهلأ كل كوارتر بناخد awards من كل الديفلوبر من دبي هولدينج من ميراس من صبحة إنينغتون أمنيات كلهم ناخد منهم أو كلمة هيك هيفا شافت الأوض طبعا هلا سبع الأوورز إذا بتسمح لهيفا هلا بركي بناخد تيك من الأوورز من عندك صورتين بركي بنحطها على هيدا أكيد أنا رح أنهي بآخر سؤال عندك شيء هيفا تسأليه بس رح أنهي we have a common passion أنا وياك وجارن اللي بيقول لك a passion for watches هيفا she also she's an amateur in watches she loves mechanic watches بدي اقول لك هي you're wearing great watch خبرنا is it a conversation opener اكيد ليك ايام زمان قدام همي اوف ايام زمان this was my strategy كنا نوقف بدبي مول ايام قبل كانوا يحطوا ستاندات لاعمار والعالم قاطعه ونحن نصير نفز عليهم ونجرب نبيعهم كان كل العالم مما رايح مما جاي يقربوا عليه انا ولا هز فجاه لقوني نطيت شو كنت اعمل اطلع الساعة والشوز That's the signs of cash وغير هيك كله ما قالوا معنا لا التيشيرت ولا البنطلون ولا شيء ولا شيء ولا شيء حي الله حدا فيه يشتري ب $600 تيشيرت بس انه اليوم to have a watch يعني كنت اعرف انه that's the real deal فهيدا كانت لإلي وكانت opener as a conversation ايه وعدني متذكر ايام قبل كانت البس ساعات عادية وكانوا كل اصحابي عندهم رولكس كل العالم عنده رولكس فما روح رولكس يمين وشمال انا ما عندي شيء ما بعرف كيف مرة اجا واحد وقال لي انا عم بيع fake copies
بس قوية كتير ب 300 دولار وهيك ايه. طب خيي بتعرف شو خلص اعطيني اياها. وصرت البسها واطلع فيها واقول لها عارفك انت فيك وحتيجي المظبوطه، بس هلا مشي لي حالي حالي. فصرت بس اظهر مع رفقاتي يقولوا لي خلص ما بقى تلبس فيك، عم تبهدلنا كل العالم وعم تنتبه ما عم تنتبه وهيك. وكتير فات الموضوع براسي، وبعدها بشهرين جبت اول وحده. وقتها كانت بدي حلو الشعور اول. واو ذا فيرست واو 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 ام هير اي واو. واو كنت عم بلبسها على طول وضلني منتبه انه ما يصير لها شيء. كانت باتمان وقتها بأويستر بهذيك الايام 2018 من الشركه. نوي انا تذكرت شغله لانه الي كان معي لما اشتريت اول رولكس عن جد بامريكا. تتذكر الي يعني انا كنت على طول بدي اوصل لمحل انه ما بدي جمع لاشتري الساعه، بدي انه انا وماشي كيف كنت اشتري مثلا توب انا وقاطعه بدي امره وتعجبني وهيك امره اشتريها. سبعني كثير بتذكر هذا النهار لانه هلا انت عم تقول لانه قبل بمحل معين في كوميونتي يا هي بتخليك تحب هيدول القصص والساعات يا او في محل انت بتصير تحسهم انه هيدا ستيت اوف مايند صح مزبوط. يعني انا بالنسبه لي كانت انه خلص هي بارت من حياته للشخص، مش انه لانه انا بدي لانه العالم هيك. لا لا مش قصه العالم، انا كان بدي اياها لانه حلوه صح. اتس ساين بينك وبين حالك اي ميد ات. اذا انت اليوم حاطه بايدك 10000 دولار للانفينيتي اوريدي يور سمون، يعني انه مش انه اليوم سمون ستراجلينج، انه يو ميد ات ان لايف. سو كانه هو الرولكس هذا كراون يو ايرن ات، انه يو باي ات يو ايرن ات. ومن بعدها بلشت الادكشن لوصلنا للساعات اللي احنا اياها اليوم. هلا رح تشان عن ساعات هلا جارن طلع لي ذاتس. انت يمكن يور نوت ا بيج فان اوف اي بي، يو لايك اي بي بس انا This is my dream watch. It's very nice. إذا AP بيحبوا الاسبونسر يعطوني هالساعة الميوزيك اديشن سيراميك بلاك كتير حلوة. Tell us about your collection. إنه شو اللي بتحبه؟ What do you collect؟ هيك different قصص. وهيفا كمان she has a collection كمان هلأ بتقلنا عن هيدا. كيف بتلاقي؟ أنا بدي إياها خضرة، ذهب، كل شيء. How do you, are you attracted to different types, different مثلا sky dweller, presidential؟ كيف بتفكر؟ كيف مايند سيت؟ كيف بتصير؟ ميكس اوف اول. بتقول لك كيف مثلا انا اول ما جبت الرولكس قلت اوكي خلص هلا دن صار عندي الرولكس اوكي. بس من بعدها صرت لا هلا انا عم بلبس ساعه ستينلس بس عم بضر عم بلبس بذهب برقبتي مش لابقين مع بعض. لازم اجيب ذهبي. بتروح بتجيب ذهب بترجع لا والله الذهب اللي جبته هلا مثلا مثل ياك ماستر 2 اللي هي بتجي بلو من هون ما بتلبق اذا لابس اسود. فبترجع بتروح بتجيب سب مارينر فول جولد مع بلاك تهيلا تلبق مع ثيابك. صرت تعطي حالك اعذار انه انت ليه عم تشتري هيك. بس هي اتس باشن اتس فيري نايس سينج ات. بس توصل على البيت تفتحها عندك كميه ساعات عندك هالقد اوبشنز. وصدق بيجي ايام بظهر من البيت ما في شيء بايدي ولا شيء ابل ووتش ولا شيء حتى ما البس. لا نو واي البس ابل ووتش. انا انا لقلي بكفي التليفون. انا ما بحب اس كولكشن بس انه نحن بتعرف بعتقد انا انه البنات از مود انه عجبتني هيدي وكل عندك شيء دريم لا نوت ريلي ما عندك شيء هيك بتقولي نو شيء براسلي شيء شاكله شيء ساعه لا الحمد لله شيء سياره سياره خاصه ابدا شيء بنيت اعمار موجودين موجودين كلهم كلهم أبايلة بالفرصة شيء أكيد أكبر من أعمار أكبر مثل الماتيريال عن جد. لأنه في مرحلة معينة بحياتك بتوصل له بتصير thankful أكتر مما أنه عندك dreams عن جد تحققون وهيك. بس أنه to stay blessed مثل ما نحن هلأ هو إذا أنت اللي عم تحكي عنه هو the search for the ultimate happiness اللي كنت أنت عم تسأل عنه مش موجودة. ما في الالتيميت هابينس ما انا موجوده اليوم. بس عم نقول شوي سيرش على جيم كاري بس كان عم يحكي عنها عم بيقولوا وصلت للمالتي مليونز وصلت للفيم وصلت لكل الدنيا اخر شيء راح عايش بكيف لحاله شهرين. ما في شيء شو هي الالتيميت هابينس. الالتيميت هابينس هي جورني اوف يور لايف اتس داي باي داي انجوي ات. واليوم اللي عم نشوفه حوالينا بالعالم للاسف كثير بشع وبيخلينا نحن نقدر نحن عايشين ببلاد امنه ببلاد كل شيء مأمننا من الكهرباء للمي بالشرب. نحن لبنانيه نحن لبنانيه بالامارات نحن لبنانيه بالامارات. انتوني انتوني كثير حلو الحديث معك عن جد. ثانك يو فور هافينج مي. ميرسي لك اتس ا بليجر هافينج يو عن جد. جود لك بكل شيء عم تعمله وبدي اقول لك ثانك يو جو ثانك يو جارن
ثانك يو مخرج. كمان اخر سؤال خلاص بتغير رايك. عندي شغله بدي اقولها انه نص الاسئله اللي حضرناها ما سالناها. هل قد كان سمود شو اسمه الحديث؟ انا بدي اقول لك سمود الحديث ان شاء الله مرة تجي لانه ما تطرقنا ليوروب بودكاستر. ان شاء الله مرة تجي انا وهيفا وقالي نكون اكيد بشرف. بليجر، اي وود لاف تو هاف يو. اكيد دبي ستارز مرة تجي بس يجوا. ثانك يو انتوني. ثانك يو اكو.